ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. نرجع لسلسله الرياكت بتاعنا. انا بقالي فتره موقفها، كنت بلم داتا وفي نفس الوقت كان عندي شويه مشاغل. دخلت على الديسكورد، شفت اللينكات اللي كانت مبعوته. في لينك ده تقريبا اخر لينك كان مبعوت، قلت ابدا بيه ان شاء الله. تقريبا شخص اسمه ايجاكس، مش عايز ابقى بنطق الاسم بتاعه غلط لانه الاسم مكتوب بطريقه غريبه. فمن غير ما اطول عليكم، تعالوا ندخل على الفيديو على طول. طب يا شباب، لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له القطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك، علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجه اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمه دي شو اوريجينال عشان يقول لك التوقيت، وتختار التوقيت اللي بيكون متاخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على لوبيز مثلا بتبقى اخف شويه عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجه بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتاثرش. تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست، ممكن تختار اف بي اس بوست، ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم. كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود سي اكس سي 30، هتعمل ريديم، هتاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع الفيديو. طب يا شباب، رجعنا الفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. نزل اللي هو الماركت ده او المول ده، ابقى نشوف كده ايه برضو المكان ده. هو دروب زيه زي الماركت، زيه زي الماركت بالظبط، زي البوليس ستيشن. دي اماكن هوت دروبس، حد بيجري فوق. ايه الشاب بيلعب كنترولر؟ ياريت شويه معلومات كده، شباب الشاب منين كده، يعني الحاجات دي. ماشي، ده كده كده صوته كان باين جدا يعني، ما تخرم ودن انا يعني. حلو قوي. حد بيجري تحتي على الشمال اهو. مكبر؟ تمام. عش ارزع اللود اوت، ارمي دي بقى عشان ايه لو في حد جنبك. Dead luck. بص يا باشا، بص انفخه. ده لازم فينش موف، ده لازم فينش موف صراحة يعني، لأن الفايت اللي فاتت دي وما مكسبهاش يعني، عشان هو جامد. في حد فوق، حد فوق هنا على اليمين. أول ما هيبص كان هنا جري يمين، أنا نزل تحت شوي. يا لهوي، بقى اتنين صح كده. ماشي، بركات للشاب بيلعب بيها ماونتينير سلايت اوف هاند كويك فيكس وهاي الارت، وبيلعب بالاس تي جي والستاتيك. وان شوت بس كده. تمام، كنترولر مفيش اي حاجه. هو اصلا شباب، بس عشان لو حد مثلا بيتكلم عن الراجل ان في حاجه، مبدئيا اول لقطه بتاعه السلم دي لو الراجل في حاجه كان يعني كانت بانت قوي. الراجل يعني من اللقطه دي الراجل ليجيت 100%. بوم
وين هذا اللي بحكي بوم بوم؟ حلو. او بوش يا باشا بوش، ممكن هو ينط لك بس. هو هنا فوق على الشمال. ايزي كيل، فري كيل، فري كيل حرفيا. موت بقى ملل. الواد راح فين؟ ممكن نط هنا، الباب اللي قدامه مفتوح. يو بي، وين الناس؟ وين العالم؟ ايوه يا لهوي يا جدعان. والله ما هو ماله واخد وقت كده الواد ده؟ بينجو كام عشان ياخد الوقت ده كله؟ عايش 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 عايش. يلا اربعة ورا بعض. خمسة. لا 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 حد شكر. لا 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 حد شكر. بهدل العيال في الحتة دي يا جدعان. عشاء والله. هو برضو اللي تقريبا بيلعب في اللوبي لحد دلوقتي اللي هو الواد اللي لابس سي دي ال الابيض ده اللي هو لسه قتله، يعتبر ده اللي بيتحرك بقى كله على الله حكايته. بس ده طبيعي يعني يا جدعان. جميل جميل جميل. ده لسه مدي ظهره، مفكرش يغربل حتى اي حاجه. شمال. اوه ماشي كلوز. تقريبا قتل الواد ده من شويه تقريبا، ما انا شفتش جروت خالص. ده اليمين ده في حد فوق او لسه طالع واير ما شافوش. اهو بصوا بصوا اهو اهو شفتوه اهو في الفريم اهو. يا دين الله. هذا بحب يركض كتير الوحش. اللوبي يا جدعان ايه؟ عسلية. اخد بق قهوة. وينه؟ ممكن يا الله انت بجد قاعد هنا بجد؟ لا اله الا الله. بصوا يا جدعان نايم فين؟ انا دي ده من ضمن الحاجات اللي بتكرهني عموما نلعب سولوز. تخيل بقى انت تموت لواحد زي ده نايم على صندوق زباله، يعني هو ده مكانه. ايوه في اتنين هنا اهو. يلا يا باشا ادي واحد اتنين تحت واحد نازل عليهم فوق. باشا انزل يا باشا زيط، انزل زيط. انزل زيط. وش شمالك انت ممكن تتزنق زنقه ملهاش اي لازم. ده الواد اللي هو لسه قتله. قتله وراك بقى. ده لو وراه بالسنايبر كان بلعه حرفيا دلوقتي. ممتاز شاب الله اكبر. الوعي عنده في في المابا حلو. غير بركات بيبوشو بيبوشو وهي بالظبط على الشمال. خد بركاتك بقى. سمها ايوه بس كده تمام.
ولا اي حاجة ولا الهوا. ولك اطلع، ما بدي اخذ زبلاين، ما بعرف شو هالبق هذا الجديد. شمال لو الواد لو لسه لا 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 نو يا عم نو يا عم يس 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 حرام عليك حرام بينج جنبي ايزي تشيت ايه يا عم بس لا محدش يقف في المكان اللي انت وقفت فيه ده ابدا. انت مكان زي اللي انت وقفت فيه ده انت لازم بتقوم داخل انت بتكفر الاول المكان اللي انت تبش عليه وبص يمينك ده الاساس. اتفضل ده كلولس عيل صغير يا جدعان. حلوه السحبه شايف الاغاني كمان مبسوط يا هل قاعد كان هون وين راح؟ هو بنسبة كبيرة الجيم ده سولو دوز يا جدعان بنسبة كبيرة بس لا هو المفروض سولوز الناس كلها سولوز 34 كيل عاش ولسه باقي 30 واحد 28 واحد دايما بياخذ بلاش شو البق الجديد هذا يا زلمه لو صراحه حاجه تحرق الدم يعني وين رايح هذا يا زلمه لسه مش كلوز دي خلاص هتقفل قربت تقفل خلاص قفلت ده اللي هو اسمه كيفن ده بقى ولا ايه؟ حسن جامد 40 كيل عش وبقى ايه اشترى كذا يو في يا شباب لان انت الناس اللي بتلعب سولوز وبتبقى عايزه تتحرك بشكل مستمر يا باشا اليو في ده معاك على طول والامو بوكس دول معاك بشكل اساسي نزل في الميه ما تنزلوش ما تنزل له يا باشا تخسر يا باشا الفايت وش الحق شلد خد كفر وشلد انا بعشق مابت فوندل يا جدعان من احسن المابات اللي نزلت ريسيرجنس الصراحه انا بالنسبه لي هي مفضله عن ريفرس الصراحه يعني كنت بعشق ريفرس بس لا ما فوندل امتع بكتير كلعب بكتير ده لازم يموت هو كيفن اهو عيب حلو قوي 43 كيل لسه بقى 9 هدول شو قاعدين جنب بعض صرت فوق هسه هو الصوت على اليمين انا سامع الصوت على اليمين معاك يو في يا باشا ممكن دي اخر يو في معاه ماشي قوي بينج دي اهم حاجة يا جدعان اهم حاجة ماشي
زينا جوه. كمبر مش تنفعك. ممكن يلاقي يو في او حاجه. اوكي كان معاه 41,000 وما الفندور جنبه. هو المهم ان يعمله دلوقتي انه يجيب يو في 45,000. هات يو في. النط اهو جنبه. حلو هو ضرب يو في. الواد ظاهر فين؟ على اليمين. اه كان بينط ماشي. ما نحسبليش بس عايش صراحة. لا ما عشان هو ميت يعتبر. هو ميت سموك ولا الغاز اللي موته. يلا يا عمرك قلبنا نط خلاص. البس ابلع ابلع يا باشا. في اتنين بقى في واحد يعني كل واحد بص على التاني اهو. حلو تانيين في البنزينة. بنزينة في واحد هناك خالص في وشه مكان ما هو بيجري اهو. مالا بطنه جامد والله العظيم. في جاز ماسك بس ماشي. معاك بريسيجن. واحد في البيت ده واحد في البيت ده خلاص اهو. ايه ده يا راجل يا راجل. ايجو تشال. ممكن تعمل بريسيجن. حط شلدات يا باشا. حط شلدات يا باشا بس خلاص. بس اخر واحد. داون داون بقى ده هنا في الشباك بنزل. اه ده نط في المية. عايش 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 عايش. طب يا شباب ده كده كان رياكت على هو تقريبا ايجاكس او كده. الشاب الصراحه ما شاء الله بيلعب والوعي بتاعه في المابا حلو جدا. طبعا اللوبي مساعده انه يجيب السكور ده. خلينا نتكلم. ودي يا جماعه هتبقى حاجه ثابته لان انت مش هتعمل سكور في لوبي معرقه. قليل قوي 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 انك تعمل سكور في لوبي معرقه. يبقى انت كنت يعني اللي هو بيتقال عليك ايه انت لوكد ان حرفيا وبنجك قليل وكل حاجه مساعداك انك تعمل سكور في لوبي معرقه. اللعب الصراحه الجيم كان لذيذ. الجيم بتاعت فوندل طبعا احنا عارفين بتبقى جيم طويله شويه ولكن فعلا مابت فوندل يا شباب من احسن المابات اللي نزلت في المود ده. المود بتاع الريسيرجنس من احسن الحاجات اللي نزلت. فصراحه يعني الواحد مبسوط انه برده في عرب طالعين على الساحه كويسين جدا. في ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت شفتها فعلا بتلعب كويس يعني كعرب. لا فعلا الناس بتلعب كويس. عايز بس حاجه يا شباب بعد اذنكم. الناس اللي هتبعت لينكات او حاجه تعمل لها رياكت يا ريت تبقى الكواليتي كويس. حتى لو واخدها من ستريم ما عنديش اي مشكله بس تبقى الكواليتي كويس. ليه؟ انا لما بسجل انا بسجل على الكواليتي دي اللي هي سواء حلوه او وحشه قدامي دي اللي انا بسجل عليها. لما باجي ارفع الفيديو على اليوتيوب اليوتيوب بيضغط الفيديو فبيخلي الجوده تنزل. فانا هروح فين تاني؟ فلو سمحت اللي هيعمل يا جماعه حاجه يا ريت تراعي النقطه دي. انا في ناس بعتها لينكات بس الجوده سيئه جدا. فانا انا انا صعب انا مش عارف اشوف حاجه. انا نزلت فيديوهات قبل كده عن الموضوع ده بالجوده السيئه دي. انا مش بستفيد حاجه يعني انا نفسي الريتش عندي او كده بيتضر وفي نفس الوقت انتوا نفسكم لما تتفرجوا مش شايفين حاجه. فالموضوع ما بيبقاش حلو. بس انا مش طالب حاجه. اظبط الجوده وارفع الفيديو دي يا باشا. خش اعمل سيرش على اليوتيوب البيست كواليتي مثلا الريكوردينج كواليتي سيتنجز اعدادات مثلا التسجيل في او بي اس او في ستريم لابس وهتلاقي او اي سوفت وير انت بتستخدمه وهتلاقي مليون واحد منزل لك فيديوهات. فدي يا ريت نقطه نراعيها.
ده كده كان الرياكت على فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. الحمد لله يا جماعه وصلنا حاجه كويسه جدا، وده بفضل ربنا وفضل وفقه جنبي. كل عايزه منك انك تعمل لايك علشان خاطر اليوتيوب يزق المحتوى بتاعي ونكبر العيله بتاعتنا ان شاء الله. خلاص يا جماعه احنا في الربع الاخير من السنه، وكنا حاطين هدف كده باذن الله ان احنا عايزين نوصل ل 10000. انا كنت بقول 15، لا لو 10000 حلو، نوصل ل 10000 مشترك قبل نهايه السنه ان شاء الله. ده انا مشاهده ومتعليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.